يا الدراري كما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديد يا الشباب. انتم عارفين الدراري ديال شحال الرياكشن مينيا تركي وضح داك الشيء كامل. الشباب بغيت نهضر لكم على واحد البلان قبل ما نبداو هذا الرياكشن اللي فيه كاتر ويت المورفين حليوه دي بوس فلو الدراري، ولكن غير ميكس. عارف هذا الشيء هذا المستحيل غتمزكوه في الحياه، في الحياه مستحيل غيكون شي فيتيرينغ ما بين هاد الاباطيره كاملين. راح تحلي ورجع من الاباطيره كي دا كيطلق دي ميطافور الكتاب راه عندهم قوه. دابا شكون واضحين ها هو البلان اولد سكول روميكس الدراري، الحاجه اللي مستحيل غتسمعوها في الحياه الواقعيه وتكون فري غنسمعوها روميكس. عنده يتلف هذا الروميكس وما بقاش نشوفوها بالرجوله. بيك اب المهم ديك الساعه الدراري غنطلع لكم الشين ديال هذا السط هذا، غتدخلوا عنده حيت كيحط دي روميكس اللي ناضين وغتسمزكم هذا باش نكون واضحين. حاجه الدراري اللي بغيت نهضر معكم فيها، شحال من واحد فريمون قال لي وزيد خل درنا على البلان ديال القضيه ديال المغاربه اللي هاجموا فهمتوا كيان الصهيوني في داك بالنسبه لي الدراري ما نقول لكمش الموضوع ما غيستاهلش، ما نقول لكمش بشي بلان اخر، ولكن لا نقول لكم حاجه واحده، ما غنخاطرش الدراري بشين على شي بلان بحال هكا باش نكونوا واضحين. اون بليس اليوم كنشوفوا اكبر شمس العشيه اللي وقعت. انا اليوم عاد شفتها فاش رئيس السفاره الدراري شمسي الفلسطينية خرج قال لهم حنا لا علاقه لنا بهذا الشيء الذي وقع في امستردام. انتو بلان شنو كنستافدوا؟ اي واحد يدخل جواه، اي واحد. دابا هما دابا مثلا انا مثلا غنكون بحال هكا ماشي ندافع واف ياك غنمشي ندافع ونضرب في الاخر غنتشبر غنتمنط. اوكي غنتمنط باقي الراق العرق. شنو البلان؟ غيتحكم عليا بواحد عامين ثلاث سنين ولا عام الله يحفظ. ان شنو البلان؟ غيخرج رئيس السفاره الفلسطينيه غيقول داك اللعيبه ديال كان احنا لا علاقه لنا بهذا الشيء، ديك الدوله انت اللي كتحامي عليها راه نكراس كصات. فهمتي شنو غدير؟ انا بعدك انا كنهضر على راسي شخصيا، اما نمشي لي شي عامين عام حياتي بحال هكا غنخرج غنقول فوك اولا صاد. فهمتي كيف باش تكون واضح؟ علاش بلادي الصحراء المغربيه هنا كتوقف بوان فينا. فهمتي كيف بحال هكا الصحراء مغربي هنا كتوقف الدري الهضره بوان فينا. اي واحد عنده مشاكل ممكن حتى عندك واحد الكره اصلا مشاكل في واحد الدوله ديالك غنمشي غتحل مشاكل دوله اخرى فهمتي. غا هما كره كبيره على ديالنا، ولكن حنا بيدنا في ظهرنا واحد الكره اللي مقوده خصنا نحلوا مشاكل ديالها فهمتي بلان. انا الدراري مابقاوش تفافوا علينا هنايا من مستحيل غنخاطر مثلا بالشيم بحال هكا على شي لعيبه بحال هكا من دابا فوق، الا اذا كانت كتخش شي الدوله ديالي مثلا شي حاجه واو وقعت غنخرج غنهضر طبعا شي حاجه بحال هكا نوي باش نكون واضح. انت ودير هاد السيتياسيون هادي اللي شرحت لك دابا عاد الدراري ما درطاوش بيها فهمتو بلان. المهم كتكون شي ستوري شي لعيبه كنخرجوا به شي حاجه اخرى نواي سموحه الدراري واند فهمتي بحال واحد تسبني علاش ما قلتش واو شنو شفت اتسبني انا على شي حاجه ماشي ديالي. مستحيل كل واحد كيبقى حر في الشخصيه ديالو في الراي ديالو. غا هو الدراري فهمتو بلان كل واحد يعرف شنو كيقول كل واحد يعرف شنو كيخرج. هذه اهم حاجه باش نكونوا واضحين. وانتم قولوا لي اللوجيك طبعا اصلا الصغير غندوز لكم هنا اي الله اكبر الصغير غندوز لكم تم شنو تعطي عليكم غنبداو جو استمع الكريم الله يا الله على انستريم استمع الكريم الله يا استمع الكريم تزولين حتى عندي سكر طف بلات استمع الكريم اه يا بديت كاتر ويت مستمع الدواقة ما دراوش يدقوا بالفواقة بليز الدواقة ما قدروش يدقوا بالفواقة تويت الحوت غيصر الليموزين
تراك تاع الدراري اللي ما تمزكمش ضاعت ديال 4 ويت بالخصوص. بلي مونشور وابا شوا تصوفي سمحت في الصورة فارصوفي مويدلة كابر في التلجة كلش على داك البلان ديال كابر في التلجة ما تفهمنيش يدوز الوقت لفة ديال فانتا قاتلك تبا وهاد البيت وحاول ديرها انت عن... سلام عليكم بارتي ديال بوس معايا صد تخيلوا في تيرينك بوس مكلاشي ديب ناري ديال نفس فكرك ونوض خدم البارح ترى درت لكم مقالة هذاك البلا ديال البيت مامي بوز وديب وقلت لكم شكون اللي ربح يعني شفتي لو بغيتي رجعوا تمزكوا الدراري داكشي ناضي عرفك دير هذا الريميكس عارف شانتي بغا يضحكنا عارف وهذا الدري دخلوا عندنا شانتي ابونا عندكم لايكوم شغلكم
لا بغيتو دري شي ريميكس اخر نحضروه من ما كان اولا الدراري يدخلوا على الصاط هذا يعدلنا يعدل لي ريميكس نبداو رياكتيوهم ولا اي حاجه الدراري نحاولوا نجيبوها من شي بلان اخر كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو عجبكم تابوناو ديروا جيم خلوا داك اللايك فعلوا الجرس خليكم الدراري دابا يلا بيس.